أول مرة نزلت الانتخابات والمرتين اللي عقبها كان شعاري وقال اللي يبي معاملة ولا خدمات لا يصوت لي. أنا ما راح أسوي أي معاملة. يعني أنت وايد واضح للناس ما وعدت وأخلفت ولا سكت على الموضوع. شلون تنجح ببراك؟ أعطيك القصص. فهذا أول شيء. ناخبيني يعرفون موقفي هذا. ثلاث مجالس دخلتها ولا يوم عتبت في وزارة. ولا يوم عتبت في وزارة. ولا يوم قدمت طلب حق وزير في واسطة على شيء. أنا أقول لك اللي أخذ شنو؟ مظلوميات. ناس عندها مظلومية. توقف وياهم. أخذ مظلوميته أوديها للوزير بيده أقول له هذا الرجال عنده مظلومية إذا لحق أعطوه إياه جزاكم الله خير وإذا ما لحق اكتب لي شو الأسباب عشان أقول ترى ما لك حق. هذا الشيء الوحيد اللي أسويه. و 90% من هذه المظالم اللي تجيني ليست من دائرتي أصلا. من ناس خارج الدائرة. فهذا موقف فيها المظالم موقف فيها لأن دورنا أن نشيل المظالم على الناس. بس أتوسط حق واحد لا توسط ولا أتوسط حق أحد وجمهوري أو ناخبيني يعرفون بالشيء هذا. فبالتالي ليش أقعد في المجلس؟ لسبب بسيط، الناس انتخبتني عشان أمثلهم في المجلس وأقوم في دوري في المجلس.